هيبقى does not migrate for different reasons. دي الفلتريك بروبرتي البروتين. ترجع الاكسترا كاربوكسين والاكسترا امينو جروب بتاع الازيليك والبيزك امينو اسيد. الثالثه هي اهم حاجه في اسم الارض. دي ناتشوريشن. denaturation بتيجي في الامتحان نجيب الاكونت وساعات تقول لي ديفاين denaturation عايز بس التعريف. التعريف ايه؟ يقول لك loss of the organization of protein with breakdown عند معايا of secondary و tertiary وكمان quaternary structure of protein. loss of organization of protein شكل البروتين خلاص ضاع وده هيبقى معايا تكسير للسكندري والتيرشري والكواترنري والبرايمري. لا يا ياسمين ليه برايمري لا؟ عشان كسرت كده هو لو كسرت البرايمري وكسرت البتاعه تبقى بروتين. لا يبقى البرايمري ما تتكسرش. لوس اوف اورجانيزيشن اوف بروتين ويز بريك داون اوف سكندري وتيرشري وكواترنري ستراكشر اوف بروتين. ده هسميه يا جماعه دي ناتيوريشن. طب ليه؟ ليه البروتين يحصل له denaturation؟ ايه الـ causes of denaturation؟ قال لك ممكن الـ causes تبقى physical، ممكن الـ causes تبقى mechanical، ممكن الـ causes تبقى chemical. physical زي ايه؟ قال لك physical زي الـ temperature. الحرارة الشديدة تعمل البروتين denaturation. اسأل سؤال اللي في ميل كده. اسأل مين؟ اسأل الدكتورة. ليه الدكتورة بتسوي اللحمة؟ ليه تجيب اللحمة؟ قبل انت. ليه بنسوي اللحمة؟ طب سيبناش وهي من غير مستوية يعني ليه سويناش؟ لا ما بقاش بكتيريا ولا حاجة. لو انت ده هتقول دلوقتي حالا في بكتيريا منين يعني؟ ايوه قال لك اللحمه عباره عن ماسلز مايوسين واكتين وبتاع وده بناكله وكلهم جلوبولر بروتين كده. هل هما جلوبولر كده سالين في العظم ولا ما هم كولينير كده؟ يبقى انا بسوي اللحمه وبرفع حرارتها عشان البروتين اللي هو جلوبولر ده ومتكعب في بعضه افكه ويبقى لينير وبالتالي اسف العظم. لا 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 عايزة يعني محدش بيسأل بيك انا بسأل كده. فبنسويها يا جماعة عشان خاطر تتفك بس بس بس. لكن لو اكلت اللحمة مش مستوية طب ما هي نفس الأمر بس نفس كل حاجة. لكن بس لما سويتها اتفكت بقت أسهل في الدايجيشن وأسهل في الأبسوربشن. طب جميل. التمبرشر لو عندي بروتين أهو رفعت التمبشر بتاعته هيحصل له ايه؟ قال لك اول حاجه تحصل له حاجه اسمها دي ناتيوريشن يعني السكندري والتيرشري والكوادرنري تتفك. الحاجه الثانيه لو رفعت الحراره كمان قال لك يحصل له فلوكيوليشن تحوصل. لو رفعت الحراره كمان يحصل له كواجيوليشن تجلط. طبعا ده مش ابلايد على كل البروتين. ابلايد على الالبومين والجلوبولين. والالبومين والجلوبولين موجودين في البيت يا جماعه. بص بقى هات كوبايه ميه وهات بيضه واكسرها في كوبايه الميه ودوت البيضه كويس في الميه وحط الميه على النار. قال لك اول حاجه تحصل البروتين دي ناتوريشن في الحراره. اتفهم. الحاجه الثانيه وجرب في البيت هتلاقي الحاجات البيضه اتجمعت عملت زي الخرز كده. عملت دور زي الخرز ويفوز المية. ده سميه فلوكيوليشن تحوصل يعني بقت زي الخرز. بعد شويه هلاقي الخرز ده اتجمع وعمل كتله متجمده. ده كو اجيوليشن تجلط. انتوا عارفين البيضه لما تتسلق يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين متجلط. بروتين متجلط وبالتالي اللي بناكل ايه يا جماعه؟ المتجلد دي مش وحشه يعني.
وبالتالي ده حصل له كوجوليشن. يبقى ده مش ابلايد على كل البروتين. ميري ارمز كل البروتين حصل له كوجوليشن، لكن اللي يكمل تاني بقى بالحراره يبقى فلوكيوليشن، وبالحراره يبقى كواجوليشن. ده ارمز بروتين. كواجوليشن تساوي بوليمرايزيشن اوف بروتين. لو قال لك كلمه بوليمرايزيشن يعني ايه؟ يعني كواجوليشن. بوليمرايزيشن يعني اتجمع كله، اتجمع مع بعض كده وعمل كواجولان. بوليمرايزيشن اوف بروتين. كلمه كواجوليشن مينز بوليمرايزيشن اوف بروتين. ده بيزيكال. كمان قال لك الريبيتد فريزنج اند سوينج. يعني ايه فريزنج؟ يعني سوينج فك التجميل. تلاقي لو مامتكم ست بيت شاطره واكيد كلكم كده تقول لك بصي لو طلعت الفرخه بره الفريزر لازم تسويها. ما ينفعش كل شويه تطلعيها وتدخليها تطلعيها وتدخليها. ليه؟ قال لك اصل الريبيت فريزنج اند سوينج يعمل ديني ناتيوريشن للبروتين. فهو انا طلعت حاجه بره الفريزر اسويها بقى على طول. لكن اطلع وادخل اجمد وافك اجمد وافك يبوظ البروتين. ده حته الكواجيليشن بيبقى في المين في الادن ريت والجلوبولين. وحضرتك هنا في الاول الاسبريت اللي بتعمله وحضرتك حاجه كده بيحصل في حاله الكالسيوم مع الجلوكوز مال بيجي سوي ده مش موضوع. مفيش بقى في البريشر ولا بلايديشن. لو عملت اللحمه قد ايه هتحافظ قد جنبه؟ مفيش. ده قال لكن هتلاقي بقى في البريشر بتاع الجسم ميكانيكال بقى زي ايه؟ ميكانيكال حاجه فيها حركه. قال لك زي الستيرنج وكمان الجرايندنج. ستيرنج يعني الرج. لو جبت بروتين وقعدت ارج فيها ارج فيها هيتفك. وجرايندنج يعني الطحن. كلكم بتروحوا تعملوا جراوند مين. جراوند مين يعني لحمه مفرومه. هل لو جبتوا ماسل وعملتوا لها يعني فرمتوها هل المايوسين اللي فاهم هيشتغل بعد كده؟ يشتغل فيما خلاص ما انت فرمته يعني خلاص. يبقى كلمه دينيتوريشن ليه معنى ايه؟ ليها المعنى القريب اللي هو الكيميائي ان البروتين يتفك. لكن ليها معنى بعيد شويه ان البروتين باظ. باظ مرتبط بأذن يعني عفن ما ينفعش. لا كلمه دينيتريشن يعني البروتين يتفك. ده لو حصل عن طريق البويلينج او عن طريق الجراوندنج الجرايندنج ده ينفع يتفك. لكن لو حصل بالبكتيريا ما ينفعش. يبقى مش كلمه دينيتريشن يعني المعنى البعيد اللي هو البروتين عفن. لا ما يعني انا لو غريته ما هو دي نيتشر وهيتاكل. لو هو جراوند ميت خلاص دي نيتشر تمام. لكن مش هينفع يشتغل تاني. مش هينفع كمايوسين يشتغل في الكونتراكشن تاني خلاص كسرني. الكيميكال بقى هما الاهم. الكيميكال عباره عن 3 اس ودي ار. 3 اس ودي ار. اول اس قال لك سترونج اسيد او سترونج اسيد. الاس الثانيه السولفنت. اي سولفنت ميه مثلا؟ قال لك لا الاورجانيك سولفنت. اصحى يا ابني الاورجانيك سولفنت يبوظوا الستراكشر اوف البروتين. كمان السولتس اوف هيفي ميتال زي المركوري زي الكلورايد مثلا او حاجه كده. الدي قال لك الديترجنت. يعني ايه ديترجنت؟ منظفات. والار الريديوسينج ايجنت حاجات تضيف هايدروجين. طب ليه الحاجات دي يعني يبوظ البروتين؟ ليه فك البروتين؟ قال لك الحاجات دي بتنترفير مع الفورسز اللي عامله السكندري والتيرشري والكواتيرري وبالتالي يفكوها. مثلا السترونج اسيد او السترونج بيس. مش السترونج اسيد عليه بوزيتيف تشارج بس يعني نيجاتيف تشارج والبيس عليه بوزيتيف تشارج. فلما حطيته قال لك هيبوظ الانتروستاتيك انتراكشن اللي رابط البروتين والفاتحه حوالين بعضه. طيب لو حطيت سولفنت اورجانيك سولفنت قال لك الاورجانيك سولفنت ده هيبقى اسيد في بولر ونون بولر. الجزء البولر منه يبوظ الهيدروفوبيك والجزء النون بولر يبوظ الهيدروفوبيك والباندر فالز ويفك البروتين. دكتور لو عندي هو ايه الاورجانيك سولفنت زي السكر زي البنزين زي الايثر زي الاسيتون كله اسمه اورجانيك سولفنت. لا السوق مش سولفنت. السوق انتي باسيد هو ليس اورجانيك سولفنت. الكلوروفورم والبنزين والاسيتون دول اسمهم كلوروفورم اسمهم اورجانيك سولفنت مثبت عضويه. يعني ادوه فيه هو قوي او ده ينفع فات
اجزاء بره اجزاء الصوت اوف هيفي ميتال تعمل ايه؟ الصوت اوف هيفي ميتال هيجي الميتال في النص كده وياخد اس على اليمين واس على الشمال فبالتالي يبوظ الدايسلفايد بوند يبقى الصوت اوف هيفي ميتال يبوظ الدايسلفايد بوند الديتيرجنت نفس فكره السولفنت انفي باسيك برضه ده زي السوبر انفي باسيك برضه فيها مولر بارد يبوظ الهيدروجين ونامولر بارد تبوظ الهيدروفوب والبنتر بارد Reducing agent يعني بيضيف H فلو عندي هنا S شافت في S وعامل ده سلفايد جالها H قال لك دي هتاخد ال H تبقى SH وده هتاخد H تبقى SH يبقى انت بوظت كده ده سلفايد جود بتاعك يبقى Reducing agent بتبوظ ده سلفايد يعني ملخص الكلام ان كل الحاجات الكيميكال دي بتبوظ البونز اللي لاقفه البروتين وعامله سكندري وعامله تيرشن وبالتالي تعمل دي ناتيشن للبروتين عايزين كده ان بي مهم هل يا جماعه في الكربوهيدرات لما خدناها خدنا حاجه زي دي ناتيشن خدنا في الليبك حاجه زي دي ناتيشن لا انا مش قصدي ان البروتين يعفن ومش قصدي ان الكربوهيدرات تبوظ ومش قصدي الليبك تبوظ قصدي ان الشكل فقد حاجه ليها شكل محدد فقد هذا الشكل انا قلت لك الميتابوليشن بالكيمياء يعني اتفك البروتين مش يعني عفر البروتين وبالتالي الكربوهيدرات ما كانش في عندي كربوهيدرات ليها شكل محدد شكل زي الفك ولا في الليبيد كان عندي ليبيد ليها شكل محدد شكل زي الفك الدينيتوريشن از ابلايد اونلي فور بروتين دي كلمه لازقه في البروتين بروتين ليها شكل محدد الشكل ده اتفك اسميه دينيتوريشن لا ما حصلوش هيدروليس اتفك لكن ما حصلوش هيدروليس بتبوظ الهيدروجين والنمبولر بتبوظ الهيدروفوبيك وكارفوبيك يبقى الدينيتريشن دي كلمه ابلايد للبروتين لازم في البروتين لا الليمت في حاجه اسمها افك الليمت ولا الكربوهيدرات في حاجه اسمها افك الليمت افك الكربوهيدرات طيب ينفع البروتين بعد ما تفك كده وبقى برايمري ستراكشر يرجع لف تاني ممكن وده اسميه ري ناتوريشن اسميه ري ناتوريشن على فكره احنا خدنا او هناخد الناتوريشن دي في الدي ان ايه الدي ان ايه كان تو سترانس شبكتين مع بعض بعد الجمهور كان يحصل لهم دي ناتوريشن يبقى اربعه اخفف الحراره واعمل كولينج رينابريشن ويلزقوا مع بعض ده لو بالظبط طب اخد البروتين لو حصل له رينابريشن كده لو بالظبط صعب قوي انت عارف ده استراند واحد مع استراند واحد يلزقوا مع بعض تاني في الموضوع سهل لكن البروتين اللفه الغريبه الصعبه دي ده كمان ازاي قال لك يحصل له ريفولدنج تاني لكن مش هيبقى زي بالظبط يعني يبقى شبه الاول لكن مش زي الاول بالظبط يعني مش قادر نفس الوظيفه قوي فالريناتوريشن دي ابلايد اكتر على الدي ان ايه تو ستراند اللي زي ما بعض بسهوله لكن ممكن البروتين يحصل له ريناتوريشن يحصل له ديفولدنج لكن اي ثينك ان الوظيفه مش هتبقى زي الاول بالظبط بالذات دي لكن اعرف لي بقى الايفكت بتاع الدي ناتوريشن يعني لما البروتين يحصل له دي ناتوريشن ايه الايفكت يحصل له ايه؟ فاعتقد معايا من غير ما تبص كده للنوتس السوليبيليتي بتاع البروتين يحصل فيها ايه؟ تقرا دي احنا قلنا يا ايه لما البروتين لافف وجلوبلر كده اللي جوه مين؟ هيدروفوبيك واللي بره مين؟ فبالتالي السوليبيليتي ايه؟ احسن طب انت فكيتيه بقى كل النمبورة امينو اسيد في وجهك الميه يبقى سولوبيليتي ايه يبقى ان سولوبيليتي طيب الفيسكوزيتي ايوه كل ما الحجم يزيد الفيسكوزيتي هو الملفوف كان صغير كده فكيته كبر والاريا بتاعته زادت يبقى الفيسكوزيتي زاد اسال السؤال بقى دكتوره جاوبنا عليه الدايجستابيليتي يا سفاه طبعا يبقى كمان الدايجستابيليتي زيد بقى اسهل في العضل
والفانكشن تي دي دولت ايه؟ لوس. لا مش كده لوس تماما، يبقى يحصل لوس اوف فانكشن مش هيشتغل. فاكرين لما قلت ان شكل البروتين مهم لوظيفته، واذا فقد هذا الشكل الشكل بص اتفك، يبقى مفيش. يعني مثلا لو عندي البروتين ده عباره عن انزيم او عباره عن هرمون، قال لك لوس اوف ذا بايولوجيكال اكتيفيتي، ده هيشتغل ولا يشتغل. عشان كده اللي عنده حد بياخد انسولين مثلا ولا حاجه، ده الانسولين ده لازم يكون تلاقي لازم ليه؟ اصل لو بره الثلاجة والحرارة كانت حر شوية ولا حاجة، خلاص باظ الانسولين، باظ الانسولين ما ينفعش يشتغل، فبالتالي لازم احطه جوه الثلاجة، فبالتالي الانزيم هرمون يحصل لوس وبيولوجيكال اكتيفيتي. ولو عندي حاجة اسمها انتيجين، كلمة انتيجين ناخدها ان شاء الله، يعني حاجة بتطلع انتي بادي، وحصل لها ديجريشن يبقى مش هينفع تطلع انتي بادي، ما بقتش انتيجين. يعني سولوبيليتي ال، فيسكوزيتي تزيد، ال دايجستابيليتي كمان تزيد، ويحصل لوس اوف فانكشن ده الايفكت بتاع الديجريشن. نكمل ان شاء الله السبت الاثنين والحد الاثنين ان شاء الله. طيب يا جماعه، الناس اللي كانت فاتحه حاجات في الليفل النهارده ان شاء الله الساعه 2:30 هنبدا.